مصر اتصدرت الترتيب النهائي في بطولة العالم للخماسي الحديث، البطولة اللي استضافتها بريطانيا، واحتلت البعثة المصرية المركز الأول بمجموع 5 ميداليات متنوعة ما بين بقى ذهبية وبرونزية وأيضا فضية. أكيد بنبارك لهم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر معنا عبر الهاتف المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا مصر ومبروك لولادنا. صباح الخير، ألف ألف مبروك لمصر ودايما كده الخماسي في العالي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب دايما. حابين حضرتك توضح لينا يمكن تفاصيل الميداليات اللي حصل عليها المنتخب وتقسيمها، يعني مين خد ذهب ومين خد فضه وبرونز. احنا بطوله العالم للكبار وهي بطوله مؤهله لاولمبياد باريس 24، هي اعلى بطوله في كالندر الاتحاد الدولي، كانت مقامه في مدينه باث بانجلترا. احنا عندنا 7 ميداليات او 7 مسابقات محتسبه، هي تتابع الرجال وتتابع السيدات وتتابع الزوجي المختلط، ثم فردي الرجال وفردي السيدات وفرق الرجال وفرق السيدات. البطوله بدات حضرتك بتتابع السيدات، وقدرت مصر انها تحرز الميداليه الذهبيه باللاعبتين اميره انديل وملك خالد. ثم كان ثاني يوم على طول زوجي الرجال، وقدرنا نكسب برضه الميداليه الذهب باللاعبين احمد اشرف ومعتز وائل. ثم كان الفردي الرجال واحرزنا فيه الميداليه البرونزيه بمهند شعبان. الحقيقه فريقنا يعني ابدع واحرزنا المركز الثالث والرابع والخامس على التوالي في الفردي، كان مهند شعبان في الثالث، احمد الجندي صاحب فضيه اولمبياد طوكيو في المركز الرابع، محمد الجندي شقيقه الازهر في المركز الخامس. عظيم. احرزنا الاول فرق متصدرين البطوله، متصدرين عن انجلترا اللي احرزت المركز الثاني وكوريا اللي احرزت المركز الثالث. السيدات لم نكن محظوظين، الفرقه خلصت في المركز السادس فرق، ولم يصل الى النهائيات او اخر مرحله غير بطلتنا سلمى ايمن عبد المقصود، انما لم توفق في الفروسيه وبالتالي ما حرصتش في المراكز الاولى. كان اخر يوم بقى الزوج المختلط، كده كان مسك الختام بالنسبه لنا، قسمنا فيه مهند شعبان وسلمى ايمن عبد المقصود واحرزنا فيه الميداليه الذهبيه، وحصلنا على كوريا اللي احرزت المركز الثاني والمجر كان في المركز الثاني. ما شاء الله، حاجه تشرف الحقيقه والله. يعني باشمهندس شريف، يعني ازاي ممكن الابطال دول اشتركوا في هذه البطوله الدوليه؟ ايه هي المعايير؟ لا، المعايير طبعا احنا عندنا تصفيات داخليه شديده جدا خلاص بين كل لاعبي مصر لتمثيل مصر في المحافل الدوليه، ودول هم افضل لاعبي مصر حاليا. طبعا عندنا سلسله بطولات كاس العالم، يعني عندنا كان موسم طويل جدا، كان في 4 بطولات كاس عالم، كان في نهائي كاس عالم، بطولات كتير قوي شاركنا فيها الى ان تم اختيار هؤلاء اللاعبين لتمثيل مصر. اعمار اللاعبين من حوالي يعني من سن كام لكام يا فندم تقريبا؟ احنا متوسط اعمار اللاعبين عندنا بالنسبه للدول الاخرى يعتبر يعني اقل سنه من الدول المتقدمه، وبالتالي دي ميزه ان احنا اولمبياد 24 اللعيبه دي كمان سنها يسمح انها تلعب كمان اولمبياد 28. معظم لاعبتنا ما بين مواليد 99 لغايه مواليد 2005، يعني في بدايه العشرينات، وده سن مناسب جدا للخماسي الحديث. طيب، 7 ميداليات متنوعه ما بين ذهبيه وفضيه وبرونزيه، بكل تاكيد المنافسات كانت صعبه، عايز اعرف من حضرتك ايه اكتر منافسه كان فيها صعوبه سواء بقى في الفرق او في الزوجي او في الفرد؟ اكتر منافسه كان فيها صعوبه لكل الدول الحقيقه مش احنا بس، كانت الكروسيه، وده كان سببه ان مستوى الخيول اللي كانت موجوده ما كانتش احسن حاجه. الفروسية طبعا لعبة هتتشال من اولمبياد من الخماسي الحديث بعد اولمبياد باريس 24، وهيتم استبدالها بلعبة الموانع. فرقنا في الناشئين والشباب خلاص بدأوا يتمرنوا على الموانع، اما الكبار فلسه منتظرين لغاية ما نخلص اولمبياد باريس ثم هيحصل هذا التغيير. طب ممكن تشرح لنا طيب ايه لعبة الموانع دي؟ الموانع دي سباق اسمه النينجا وورير، هو عبارة عن سباق 70 متر. يعني محتاج ابر بودي سترينث جامد جدا، انت بتجري سباق سرعه هو في الاخر،
انما كله موانع طبيعيه انت بنفسك اللي تجري تعديها الى ان تصل الى خط النهايه، ونشوف الزمن بتاع كل لعيب هيبقى قد ايه. طب احنا يعني ما شاء الله ما شاء الله ابطال الخماسي دايما عندنا في مصر متفوقين، يعني دايما حتى بنستضيف في صباح الخير يا مصر انجازات كبيره بيقوموا بيها ابطال الخماسي. يعني ايه التمرينات او يمكن التحضيرات اللي يمكن بيحضروها اللاعبين عشان يستعدوا لمثل هذه البطولات؟ اللي بيفرق اللاعب المصري، خليني اقول، طريقه التمرين نفسها بتبقى عامله ازاي؟ هل هي مختلفه؟ الالتزام اللي يعني بيوروه لنا يمكن اللاعبين، انا حابه حضرتك تفهمني اكتر. طبعا لعبه الخماسي لعبه شاقه جدا، مكونه من 5 العاب: فروسيه، قفز موانع، جري، سباحه، رمايه، وسلاح. اللاعب بيتمرن تقريبا حوالي 10 ساعات في اليوم، بيبدا من الساعه 5 صباحا في حمام السباحة، وبعد كده عنده جيم، وبعد كده بيروح شغله أو مدرسته أو كليته، وبيرجع يكمل بقية الألعاب في آخر اليوم. اللاعب بيتمرن كل يوم في الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، في راحة. عملية شاقة جدا الحقيقة. تماريننا إحنا كمنتخب مصر كلها في هيئة استاد القاهرة، يعني الملاعب كلها متوفرة في هيئة استاد القاهرة اللي هنتمرن عليها. إحنا حاليا يعني حضرتك بتتكلمي امبارح بدات بطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد كمان. بطوله افريقيا بالنسبه لنا احنا بطوله سهله الحقيقه، ما فيهاش اي صعوبه في الفوز بيها، احنا متفوقين على افريقيا بشكل كبير جدا يعني، انما فيها 6 دول افريقيه مشاركه، وفيها 2 من قاره اوشيانا، لان البطوله دي برضو مؤهله لقاره اوشيانا اللي هي قاره استراليا ونيوزيلندا، برضو بيصفوا معانا هنا لمن يتاهل الى الاولمبياد. الحمد لله امبارح قدرنا نفوز بالزوج المختلط اللي هو كان اول مسابقه، طلعنا احنا الاول، جنوب افريقيا الثاني، واوغندا في المركز الثالث، مثلنا في هذه البطوله في الزوج المختلط. عظيم جدا يا فندم. مهند طارق وجنه عطيه. النهارده يبدا تصفيات الرجال، هيمثلنا الرجال والسيدات الحقيقه، هيمثلنا في الرجال احمد الجندي ومحمد الجندي واحمد اشرف واسلام حامد، هيمثلنا في السيدات هايدي عادل وسلمى ايمن عبد المقصود واميره انجيل وملك خالد. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق يا باشمهندس، والف الف مبروك لحضرتك وللفريق مره ثانيه. المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، شكرا جزيلا ليك.